أهلا وسهلا بكم أحباء الأطفال في درس جديد لمادة العلوم في مدارس الوطن العربي. درسنا اليوم يتحدث عن المغناطيس. هيا يا أميري، هيا يا أميرتي، لنتعرف سوية على المغناطيس. نأتي الآن لتعريفه. المغناطيس، ما هو المغناطيس؟ هو جسم معدني يجذب المواد المصنوعة من الحديد أو النحاس. جسم معدني، يعني المغناطيس هو جسم معدني مصنوع من المعدن يجذب المواد المصنوعة. ماذا نعني يجذب؟ يعني يسحب إليه المواد التي نصنعها من الحديد أو النحاس. طبعاً المغناطيس له أشكال عديدة، فلننظر إليها. يوجد لديه شكل المستقيل، مستقيم، حذوة الفرس، المستطيل، الحلقة. كل هذه أشكال مختلفة لنوع واحد وهو المغناطيس. فلنتعرف الآن إلى المواد التي يجذبها المغناطيس، أي يسحبها إليه. المادة الأولى دبوس، المادة الثانية مسمار. هذه المواد يجذبها المغناطيس، يسحبها إليه، وهي مصنوعة من المعدن الحديدي، دبوس ومسمار. ننتقل الآن إلى المواد التي لا يجذبها المغناطيس، أي إذا قربنا المغناطيس إليها فإنها لا تجذب إليه ولا تسحب إليه. المادة الأولى كما هو موضح لديكم في الصورة خشب، والمادة الثانية ورق. هذه المواد لا يستطيع المغناطيس أن يجذبها. والآن يا أحبائي لننتقل إلى هذا التمرين البسيط، فلنشاهد معا هذه الصورة. ما هذه الصورة؟ دبوس. أحسنتم. هل يستطيع المغناطيس أن يجذب الدبوس إليه؟ هيا أجيبوا. يجذبه المغناطيس. أحسنتم. فلننتقل إلى الصورة الثانية، ورق. هل يستطيع المغناطيس أن يجذب الورق؟ فلنشاهد. لا يستطيع أن يجذبه. أحسنتم يا أول، وإلى اللقاء. حسنا يا أعزائي الأطفال، تعرفنا على المغناطيس وأنه جسم معدني، أي مصنوع من معدن يجذب يسحب إليه المواد المصنوعة من الحديد والنحاس. لنعمل مع بعضنا هذه التجربة البسيطة والتي تبين بأن المغناطيس يجذب المواد المصنوعة من الحديد والنحاس، ولا يجذب المواد المصنوعة من مواد أخرى مثل بلاستيك، خشب، ورق أو أي شيء آخر. نختار هذا المغناطيس، طبعا شكله مستطيل، لنجرب معا أن نسحب هذا المشبك المعدني. انظروا، هل سحبه إليه؟ هل جذبه إليه؟ أم لم يجذبه؟ طبعا جذبه. مشبك آخر، انظر إلى المشابك جميعها قد جذبت إلى المغناطيس. إذن فإنه بالتجربة هذه قد أثبتنا بأن المغناطيس جذب إليه المشابك المعدنية. فلنختار مغناطيس آخر، انظر إلى هذا المغناطيس على شكل حذوة الفرس. فلننظر، هل يستطيع أن يجذب إليه هذا اللون المصنوع من الخشب؟ فلننظر سوية، هل جذبه إليه؟ انظر، هل استطاع أن يسحبه؟ لا. إذن فإن المغناطيس لا يسحب المواد المصنوعة من الخشب. نأخذ شكل آخر، انظر إلى هذا المغناطيس الجميل على شكل مثلث. انظر، هل يستطيع أن يجذب المسمار والدبوس؟ نعم، استطاع أن يجذبهما. ننظر إلى هذا الشكل المغناطيس، هل يستطيع أن يجذب هذه المسطرة المصنوعة من بلاستيك؟ هل استطاع أن يجذبها؟ لا، لم يستطع. وأرجو منكم يا أطفال الأعزاء أن تفعلوا هذه التجربة في بيوتكم.